نروح مع زميلتنا أوفيليا نشوف شو مجهز لنا الميد هاند مثل ما ذكرنا أجين. خليكن معنا لحتى ننتقل لزميلتنا أوفيليا. شكرا زميلاتي بالاستوديو. اليوم فقرة الاكسسوارز راح نقدم لكم شغلة جديدة وشغلة حلوة. عندنا كرتون وعندنا ويانا مراية. عندنا شغلات اللي هي التيشيو بيبر، ورق الكلينس اللي هو مثل هذا يكون شوية سخين، وعندنا ورد حسب ذوقكم انتو، وحتى الشغلات الموجودة حسب الالوان مالتها حسب انتو ذوقكم. عندي لولو همنا للتزيين. طبعا انا هاي المراية موجودة هي بالسوق، شايلتها القاعدة مالتها وماخذة بس المراية. مخلية لولو نصها على مود الوقت، راح اجي اشتغل على القاعدة اللي عندي. قصة طبعا التيشيو بيبر يجي بهذا الشكل، قصة تاني مسويته على الحجم اللي أريده. راح أجي ألزقه بنص الدائرة هاي بالسيليكون. مثل ما قلت لكم السيليكون راح يكون الشغلة الأساسية ويانا. تشوفون شلون دا افر السيليكون دائر ما دائرها، ودا اخليهم لا على التعيين. بهذه الطريقة عندي لون ثاني اللي هو البرتقالي على اصفر، اجي اخليه كم قطعة هنا، ممكن بهاي الطريقة اسويها واخليهم. دا تشوفون شلون دا الفها واخليها. مثل ما تشوفون كملت هالهاي اللي عدنا اياها. هسه راح اجي اخلي المراية هنا. والفراغات اللي راح تصير راح اعبيها بغير اشياء. احاول اخلي المراية فوق الشغلات حتى يطلع الشي مرتب بهذا الشكل. اخلي السيليكون على المراية. بهذا الشكل. هسه راح اجي اكمل هنا الورد. ممكن نخلي بعد منهم لان عندنا هنا صارت شوية عريضة، بس نحاول نخليها جوا المراية حتى يترتب ويا الشكل اللي عندنا. والمخرج راد المراية، وهاي المراية للمخرج من هسه. طبعا هاي المراية حلوة انه نخليها بغرف النوم، او نقدر نسوي تشكيلات بالهول مالتنا او على الدرج، نسوي اكثر من قطعة ونخليها على الدرج. هي ديكور اكثر من ما هي مراية. هذا الشكل راح اكون كملت، بس راح
احاول اعبي. اشوف اذا اكو فراغات اعبيها، اذا لا اعوفها. نحاول ننظفها من السيليكون، او هو السيليكون من يجمد بسهولة نقدر نشيله. بهذا الشكل يكون عندنا مراية حلوة بألوان حلوة بألوان مميزة. ممكن مثلا ترهم على غرفنا، على صالاتنا، ممكن أنا برأيي يعني إذا نوديها هدية همين ترهم، كونه إن هو عمل يدوي الناس تحبه أكثر. أتمنى تكونوا استمتعتوا بهاي الفقرة واستفادتوا بالشي اللي سويته، وهسا أنتقل زميلاتي بالاستوديو.